تصريح صحفي صادر عن المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة، في ظل أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع طواقم الدفاع المدني من العمل في شمال القطاع منذ أكثر من 25 يوماً على التوالي، ويمنع الطواقم من ممارسة مهامها الإنسانية. أيضاً تتعرض ساعات هذا اليوم، ساعات فجر هذا اليوم، طواقم الدفاع المدني في مدينة غزة إلى استهداف مباشر من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي أثناء محاولتهم انتشال جثامين الشهداء وإنقاذ الجرحى من أحد الاستهدافات في مدينة غزة في شارع الثلاثيني. وهذا المنزل الذي تم قصفه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وأثناء العمل، رغم أن طواقمنا ترتدي هذه السترة البرتقالية، ورغم أنها مرمزة بالسيارات والمركبات التي كانت تقل الطواقم، إلا أن الاحتلال استهدف الطواقم أثناء عملهم، وأدى هذا الاستهداف إلى استشهاد أحد الزملاء وهو البطل علي عمر، أحد أفراد الإنقاذ في الدفاع المدني، والذي لم يتوقف عن عمله منذ بداية الحرب حتى هذه اللحظة، استشهد في هذا الاستهداف، وأيضا تم إصابة 3 آخرين من الطواقم. نستهجن حقيقة هذا الاستهداف الإسرائيلي لمقدمي الخدمة الإنسانية في قطاع غزة، والذين حثت اتفاقية جنيف 4 والقانون الدولي الإنساني على حمايتهم. وإذ تعد هذه الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي هي الجريمة رقم 18، والتي تستهدف فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي طواقم الدفاع المدني أثناء عملها في عمليات الإنقاذ وعمليات الإطفاء في قطاع غزة. وهذا الاستهداف جاء بعد أن قامت طواقم الدفاع المدني بعمليات التخفيف عن المعاناة التي يعيشها المواطن الموجود في قطاع غزة من خلال عمليات إنقاذ أرواح المواطنين وإنقاذ المواطنين من تحت أنقاض المنازل. وباستشهاد الزميل علي عمر يرتفع عدد شهداء الدفاع المدني في قطاع غزة منذ بداية 7 أكتوبر حتى هذه اللحظة إلى 87 شهيداً، وأكثر من 290 جريحاً أصيبوا نتيجة هذه الحرب على قطاع غزة، سائلين الله عز وجل أن يتغمد شهيدنا. ومطالبنا واضحة إلى المنظمات الدولية وإلى المؤسسات الدولية وإلى أحرار هذا العالم الذي ينبغي أن يتوقف أمام مسؤولياته من أجل حماية الطواقم التي تقدم خدمة للمواطنين هنا في قطاع غزة، وإلا فنحن أمام كارثة حقيقية سيقتل فيها آلاف المواطنين ولن يجدوا من يقدم لهم الخدمة، كما يحدث الآن في محافظة شمال قطاع غزة التي تتعرض إلى العملية البرية الإسرائيلية في منطقة الشمال. المديرية العامة للدفاع المدني، الأربعاء 20 نوفمبر لعام 2024.